السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي كيوضح الطريقة ديال ملء اللي كارتوش الخاص بالطبيعة، طبيعة كانون، جميع طبيعات كانون. هذه طبيعة كانون TS3140، وبطريقة بسيطة ويمكن للجميع أنهم يستعملوا الطريقة هذه بمواد ووسائل بسيطة. بسم الله، أولا بانس، تحتاج بانس، مفتاحة، إبرة خياطة، وليغون ضروري، ليغون لي سورينغ، ربعة لي سورينغ، وتكون ومن الأحسن تكتب على كل سورينغ اللون اللي كيتستعمل، باش لأن الاستعمال باش ما يبقاش يوقع خلط في الألوان. وضروري الألوان، الوان كما كتشوفوا اسود واحمر والازرق والاصفر. اذا الطريقه كما قلت لكم بسيطه، المكونات بسيطه اللي كتستخدم. اذا بسم الله، اولا كتشعل الحاسيبه ديالك، كتضغط على زر تشغيل، وكتفتح المكان حيث توجد لي كارتوش، كتسناهم حتى كيتوقفوا. اذا كتضغط الاسفل باش كيتفتح لي كارتوش. اذا كاين لي كارتوش الاسود كيتملأ بالحبر الاسود، والكارتوش الالوان، اذا الاسود وكاين الكارتوش ديال الالوان. ده الطريقه كما قلت لكم كتستخدم جميع لي كارتوش كانون. نبداو ان شاء الله بملء لي كارتوش الملون. ده اولا كتزيل هذه الماده اللاصقه لهذا الغطاء. هاد لي كارتوش هما بطبيعة الحال ما كيفرغوا، يجب أن تبديلهم، ولكن وسيلة اقتصادية هي هاد الطريقة ديال الملء ديال لي كارتوش بطريقة يدوية. إذا ملي كتفتح هاد الكارتوش الملونة، كتلقى ثلاثة النقاط. يجب استخدام الإبرة لتقب هاد النقط الثلاثة. إذا كاين إبرة الفوق حمراء، والإبرة اللي في الجانب الأيسر بالأزرق، وهذه الجانب الأيمن يجب مداد الأصفر، خاصة بمداد الأصفر. إذا غنطرقوا لهذا الشيء بالتفاصيل، إذا أولا كيتم التسخين ديال الإبرة، تسخينها جيدا وكتوضعها بهذا الشكل هذا. وحاول عندما يتم تقب الكارتوش ما تبقاش تقوب حتى يوصل لواحد المستوى معين. إذا بمجرد أنك تحس بأن هذاك الغطاء الخارجي تقب، توقف. نفس العملية لتحت. إذا يجب تسخين الإبرة والثقب ديالها. الجانب الأزرق نفس العملية نستخدموها للجانب الأصفر تاعي، تسخين الإبرة ومن بعد وضعه في هذا المكان هذا. وضروري نحافظوا، نحاولوا اننا ما نخترقوش الكارتوش بواحد الطريقه عنيفه، لانها غادا تفسد لينا الكارتوش ديالنا. اذا احنا حصلنا دابا
قمنا بالطقب الغشاء الخارجي، وضروري نستخدم هذا السرنج نتأكد بأن الثقب يمكن لنا ندخلو منه السرنج. ده نجربهم بثلاثة، ده حتى كنلاحظ أن الإبرة دخلت بالكامل. إذا هذه هي أهم عملية، كما كتشوفوا عملية بسيطة. الآن نمروا لمرحلة الملء لكارتوش. إذا نبدأ بالمداد الأحمر. إذا لاحظت أني وضعت الليجون، لأن هذه المادة يجب الحذر منها، لأنها إذا وقعت على مثلا شي غطاء ولا أي ثوب صعيب ولا مستحيل أنها تزول. نبدأ بالحبر الأحمر، كما قلت لكم هو اللي كيكون الفوق. إذا نحاول نتعامل معه بحذر. إذا في الثقب الفوق نحاول ندخله ونملأه حتى نتأكد بأنه ممتلئ. إذا نتوقف دي نفس العملية. إذا احنا انتهينا مع الحبر الأحمر، نمر الحبر الأزرق. كما قلت لكم قبيلة يجب وضعه في الجانب الأيسر. إذا انتهينا من السرنج الأحمر، ناخدو السرنج الأزرق خاص باللون الأزرق. إذا نوضعه في الجانب الأيسر كما كتشوف. ضروري عدم خلط هاد الألوان. إذا نحاول نكبس المداد حتى نتأكد أنها امتلأت الأيقونة الخاصة باللون الأزرق. إذا امتلأت توقف، نحاول نمسح هاد المداد اللي تسرب. إذا حاولت نشفطه بالسرنج، كما كتشوفوا عملية بسيطة وسلسة، يمكن أي شخص أنه يملأ بدون، واقتصادية، هي اقتصادية للغاية. أما السرنج الشراء ديال لي كارتوش فهي عملية باهظة ومكلفة للغاية. إذا نمروا للون الأصفر. نفس الطريقة ناخذ السرنج الخاصة باللون الأصفر ونملؤها.
ونتأكد أننا نوضعها في المكان الخاص بها وهو اليمين، يمين الكرتوش، ثقب يمين الكرتوش. إذا نكبسه إذا يجب الحرص في التعامل مع هذه المادة، فهي صعبة الإزالة على الملابس وأي نوع من الأثواب. نفس الطريقة إذن الآن بعد ما ملأنا الكرتوش بالألوان الثلاثة، يجب القيام بتنظيف الكرتوش وإلصاق هاد الثقوب اللي قمنا بهم، وهي عملية مهمة كذلك. الليغون كيساعدوك أنك كتحافظ على النظافة ديال مكان العمل. نستخدم هذا اللاصق، ولكن من بعد ما نستخدم اللاصق يكون شيء لاصق قبل منه. ده أنا نوريكم الطريقة. أولا الصق الثقبين الأزرق والأصفر، وبعد ذلك يمكن نضيف لصاق آخر باش نتأكدوا. ومن بعد لصقوا الثقب الأحمر في اللي في الأعلى، من بعد نقدروا نلصقوا الغطاء الرئيسي الخاص بالكارتوش. إذا الآن الكارتوش هي جاهزة للاستخدام. إذا رجعوها في الأماكن ديالها. إذا كارتوش الملونة هي جاهزة للاستخدام كما كتشوفوا. الآن نمر للطريقة ديال ملء الكارتوش السوداء. إذا هي جاهزة للعمل كارتوش الملونة. إذا كارتوش السوداء، الكارتوش السوداء نفس الطريقة، كنزولو الغطاء، كنحسبو خمسة المربعات، الأول الثاني الثالث الرابع والخامس. تنتبهوا مزيان لهذه العملية، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، في النافذة الخامسة هي التي يجب الثقب ديالها. نفس القضية، تسخين الإبرة، تسخين الإبرة جيدا لتكون العملية سلسة. إذن صافي، الثقب ما يكونش ثقب متعمق، وما اللي نتقب ضروري كما قلت لكم قبيله نتاكد. نزوق الابره، نتاكد من السورينغ ان الثقب هو تم بعمليه. اذا الثقب هو صالح، بمجرد ان الابره تختفي بالكامل يعني أن الثقب جيد. وناخذ الآن السورينغ الخاصة واللي نولي ديما نستخدمها، اللون الأسود فقط، و
والمداد الأسود فقط. هذا هو المداد الأسود بلاك. هذه الطريقة جميع لكارتوش كانون كنأكد عليها أنها صالحة جد اقتصادية وسهلة. إذا ضروري استخدام ليغون حفاظ على النظافة ديال مكان العمل. بالنسبة للكارتوش الأسود كمية المداد في حالة فراغي الكمية كتكون كبيرة جدا، تقريبا 6 أو 5 ملم. إذا نقوم بالملء ديالها حتى نتأكد أنها امتلأت. ده نفس الطريقة اللي استخدمنا مع الكارتوش الملون، كما كتشوفوا تقريبا 6 ملم، 6 سنتيمتر كوب بأكملها وضعتها في هذا الكارتوش السوداء. إذا هذه هي الطريقة. إذا ضروري نغلق الكارتوش. هذه هي الطريقة ديال ملء الكارتوش. نتمنى يكون فيديو مفيد وتستفدوا منه. إذا كانوا شي تساؤلات مرحبا بكم كما العادة في التعليقات، وأنا كنجيب على جميع الأسئلة اللي كتعلق بكم. كنشكرهم على التفاعل ديالكم في الفيديوهات السابقة، والسلام عليكم ورحمة الله.